نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان نحو تعليم أمني متميز. عقد المؤتمر بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة. نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان نحو تعليم أمني متميز، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والتدريبية التي تقدمها، والتي تتلائم مع مستجدات الواقع وتراعي في إعدادها استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي التابعة لمجلس الوزراء، والتي يوكل تدريسها لنخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأكاديمية الشرطة. ده دور مميز دايماً بتلعبه أكاديمية الشرطة. العنوان بتاع المؤتمر تعليم أمني مميز، الحقيقة ده في دورته الأولى، وأكاديمية الشرطة مؤسسة أكاديمية عريقة، والحقيقة هي متسقة مع جميع نظم الجودة اللي بتتماشى عليها أي مؤسسة أكاديمية في مصر. أكاديمية الشرطة من أوائل الأكاديميات اللي بدأت في مشوار ضمان الجودة والاعتماد. الكلام ده كان من تقريباً 2016، وبدأت الأكاديمية في أنها تسعى جاهدة أنها تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبالفعل حصلت كلية الدراسات العليا على اعتماد سنة 2018. تناول المؤتمر، والذي يعد الأول من نوعه الذي تنظمه وزارة الداخلية، عدة محاور خلال جلساته، في مقدمتها استراتيجية التعليم الأمني الأكاديمي ودور جودة التعليم في تطوير التعليم الأمني في العصر الرقمي وعلاقة مفهوم المواطنة بضمان جودة المنتج الأمني. الهدف الأساسي منه هو رفع جودة التعليم ونشر ثقافة الجودة وجودة التعليم. المؤتمر النهاردة بيجمع نخبة من الشخصيات، والتركيز هو على جودة التعليم والتعلم فيما يخص المنظومة الأمنية. يعني جودة التعليم بتؤكد على تميز العمل الأمني، وده المنهج اللي بتسير عليه وزارة الداخلية. وقد أجمع المشاركون على أن أكاديمية الشرطة تسير بخطى جادة محددة الأهداف في دعم عمليات التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجامعات المصرية من خلال إبرام بروتوكولات تعاون مع عدد من الكليات لمنح الماجستير وشهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب كلية الشرطة، باعتبارها من متطلبات الارتقاء بالقدرة التعليمية، لتقدم ضباطاً مزودين بالعلم والمعرفة قادرين على تحقيق ما تصبو إليه الدولة. مهم جداً أن الأبعاد دي تكون واضحة، أبعاد التعددية الثقافية، أبعاد الهوية الوطنية والانتماء والمواطنة. وجود مؤتمر علمي، وباعتباره مؤتمر علمي أول، يجمع مختلف الأراء ومختلف الأفاق لطرح الرؤى المستقبلية لآليات استشراف المستقبل في التعليم الأمني، ده هيضع كلية الدراسات العليا، وهي مختصة بالماجستير والدكتوراه وعمل البحوث، لأنها تدخل إلى أفاق المستقبل. أثمر المؤتمر في ختام فعالياته عددا من التوصيات، في مقدمتها تبني تقنيات الواقع الافتراضي لبرامج التدريب والتعليم الشرطي للارتقاء بجودته في عصر الرقمنة، وتوفير التدريب المستدام طبقا للاحتياجات الأمنية والتعليمية. توفير التعليم والتدريب اللازمين للعاملين في المجال الأمني من خلال استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالتحول الرقمي، مع توفير حماية البيانات الشخصية والسرية بالتعليم الشرطي. يأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجاً لجهود تبذلها وزارة الداخلية لتطوير منظومة التعليم الفني وتوفير كافة المقومات اللوجستية والتكنولوجية اللازمة من أجل إعداد رجل شرطة عصري مسلحاً بالعلم والتدريب لمواجهة المستجدات الأمنية. نحو تعليم أمني متميز هو عنوان المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، والذي يؤكد على اهتمام وزارة الداخلية بجودة التعليم الأمني الذي يعتمد على استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة للوصول إلى منتج أمني قادر على مواكبة المستجدات الأمنية الحديثة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.